صليت العصر، ثم جلست في المسجد، وبعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه، وأنا قد صليت، فهل أصلي معه أم لا؟ وما دليل ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. لا بأس بذلك إن شاء الله، على الصحيح من قولي العلماء أن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب. فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة وتصلي معه لأجل تحصيل الجماعة في حقه وتحصيل الفضيلة لا بأس بذلك إن شاء الله، ولو كان هذا بعد العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وبدليل أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه أنهم قد صلوا في رحالهم، فقال لهم لا تفعلوا، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحالهم، مع أن هذا بعد صلاة الفجر، بعد ما صلوا الفجر. نعم، بارك الله فيكم.